أهلا بحضرتكم مشاهدينا الكرام. مجددا وصلنا إلى فقرتنا السبت، معنا كل يوم سبت دنيا الجمال مع دكتور منير ويليام لبيب كبير جراح التجميل. طبعا في كل مرة بنحب نتكلم عن كل ما هو جديد في عالم جراحات التجميل، وكلمنا المرة اللي فاتت عن تشوهات الخلقية في الوجه، وكلمنا عن الشفة الأرنبية. النهاردة نتكلم عن تشوهات خلقية في الأذن وأنواعها وأسبابها. بصبح الأول عليك يا دكتور منير، وخلينا نتكلم بسرعة عشان ناخد أكبر قدر من الأسئلة عن إيه أسباب التشوهات الخلقية وأشهرها في الأذن. الحقيقة التشوهات الخلقية بالنسبة للأذن لها أسباب كثيرة جدا، منها على سبيل المثال زواج الأقارب، وممكن في سبب تاني اللي هو تعرض الام او الاب للاشعاع، الام بتشتغل في مجال الاشعاع او الاب فني اشعاع او حاجه زي كده. الحاجه الثالثه اللي هي تعرض الام للامراض اثناء اول 3 شهور من الحمل، وبالذات الحصبه الالمانيه. لو الحصبه الالمانيه اصابت الام في اول شهر ممكن تبقى نسبه التشوهات الخلقيه تصل الى 50%، ولو الحصبه الالمانيه اصابت الام في الشهر الثاني تقل النسبه الى 25%، ولو اصيبت بالحصبه الالمانيه في الشهر الثالث تصل الى حوالي 15%. ممكن الحاجة الرابعة اللي هي تناول الأم للعقاقير أثناء أول 3 شهور في الحمل، ويمكن من خلال فترتنا بنحذر بتناول أي عقار طبي أيا يكون في الفترة ما بين اليوم 37 واليوم 45 من بداية حدوث الحمل، لأن دي أكتر فترة بيحصل فيها انقسامات كثيرة جدا بالنسبة للأذن. لو جينا نتكلم عن الأذن، فالأذن فيها تشوهات كثيرة جدا. ممكن أول تشوه إن ما لاقيش الأذن خالص، اختفاء كامل لصهيان الأذن الخارجي، وممكن نلاقي ان صوان الاذن ده يا كبير يا صغير، ممكن نلاقي فيه انقسام فيه بطريقه معينه، ممكن نلاقي فيه تشوهات كثيره جدا. لكن احنا النهارده هنتكلم عن اشهر 3 تشوهات خلقيه ممكن تصيب الاذن، وانا اخترتهم لان طرق العلاج وزمن الحكايات بالنسبه لكل واحد فيهم بيختلف من واحد لواحد. التشوه الاذن الاولاني اللي هو ما يسمى بالاذن الخفاشيه، التشوه الخلقي الثاني اللي هو ما يسمى بالاذن المدفونه، وتشوه الخلق الثالث بوجود ما يسمى بماسور امام صوان الاذن. طب خلينا ناخد كل تشوه لوحده. لو ابتدينا بالخفاشيه، ازاي بنقدر نعالجها وايه اول خطوات العلاج؟ هل نبتدي بالجراحه ام بالاجهزه المختلفه، وقد ايه بناخد وقت في العلاج؟ هو الحقيقه يمكن انا لما اتكلم عن الاذن الخفاشيه فيها 3 تشوهات موجودين في وقت واحد. الحاجه الاولانيه ان صوان الاذن بيميل الى الخارج بزاويه تزيد عن 45 درجه. الحاجه الثانيه ان الاذن قد تكون بنفس الحجم او بتكبر في الحجم. الحاجه الثالثه ان ما يسمى بالنتوء امام القوقعه بيبقى مختفي، الاقي الاذن مبسوطه او مسطحه او ما الى هذا. هو ده التشوه بتاع الاذن الخفاشيه. لا علاج للاذن الخفاشيه سوى عن طريق الجراحه. هي المساله متى يكون السن بالنسبه لجراحه التجميل وكيف يكون منظر الجرح؟ السن بيكون عاده عند السن اللي احنا بنسميه عند دخول المدارس اللي بنسميه سكول ايج. فدايما بيكون اصلاح الاذن الخفاشيه عند السن من 6 سنين ل 10 سنين. لان في هذه السن تكون كافه رزيمات وكافه غضاريف الاذن قد اكتمل نموها. يبقى الحاجه الثانيه منظر الجرح ازاي؟ يمكن زي ما هنشوف في الصوره موجود قدامنا، ان منظر الجرح عاده بيكون من الخلف زي ما انت شايفه. الاذن بيتم استئصال جزء كامل من الجلد من الخلف، بيتم عمل بعض الاعمال من الامام، وبنبتدي نرجع الاذن الى الخلف كما هو موجود. ده بالنسبه لاصلاح الاذن الخفاشيه بالنسبه لهذه الحاله. طيب لو كلمنا عن الحاله الثانيه وهي الاذن المدفونه، الاذن المدفونه دي اعتقد بتبقى اصعب من الخفاشيه؟ لا، الاذن المدفونه ان انا الاقي عباره عن في تشوه خلقي موجود فيما يسمى بالعضلات الذاتيه intrinsic muscles. ففي الاذن عضلتين ذاتيتين. الحقيقه الاذن المدفونه اساسا مش منتشر بكثره في مصر، بنلاقيه في الدول الشرق في الشرق بنسبه كبيره قوي، يعني في اليابان نسبته بتصل حاله كل 400 حاله، بينما في مصر تصل الى حاله كل مثلا 1500 حاله. طب ايه سبب يا دكتور؟ ده يعني في امراض تنتشر في الريسز، تنتشر في الجنس، تختلف من مكان لمكان. المهم ان هذا النوع من الاذن المدفونه بيبقى فيه شكلين. الشكل الاول فيه تشوه خلقي في اعلى الاذن نتيجه لعيب خلقي في العضله المائله. هذا العيب الخلقي بيخلي الاذن تكون مدفونه، كما لو كان الجزء العلوي مختفي تماما، او بنلاقيه مدفون تحت الجلد، او بنسميه الاذن المدفونه او الاذن الجيبيه. النوع الثاني من التشوهات اللي بيكون فيه تشوه خلقي في العضله المستعرضه، بيكون في نص الودن،
وبيكون مدفوس الى الداخل او مدفون الى الداخل هذا النوع الثاني. عادة النوع الاولاني اللي هو العيب الخلقي في اعلى الاذن بيكون اكثر انتشارا من النوع الثاني اللي هو في منتصف الاذن. بس الحقيقة هنا الاذن المدفونة بتفرق عن الاذن الخفاشية في حاجة واحدة. ان انا لو اكتشفت الحالة في اول 6 شهور من ولادة الطفل بنقدر نركب جهاز مش بنعمل عملية. الجهاز ده ممكن يعمل اصلاح لهذه الاذن بنسبة 90-91%، وده شيء جميل من غير جراحة. اذا سبت الطفل من بعد الشهر السابع للشهر ال 12 بتقل نسبة اصلاح الاذن المدفونة تصل الى 55%. اذا اتأخرت في تركيب هذا الجهاز من سنة لسنتين بتقل النسبة لغاية 30%. يبقى اذا هنا اصلاح الاذن المدفونة بيكون عن طريق غير جراحي، عن طريق بعض الاجهزة اللي بتتكل في الاذن. لكن لو انا اتأخرت هيدخل جراحة التجميل وبتتعمل العملية وبرضه جرح من الخلف، وبنبتدي بعض الحالات نعمل جزء تعويضي، قد ناخد غضروف من الاذن الثاني عشان نحطه، او ناخد غضروف من قفص الصدري او من الحوض وهكذا. ليه انتظر على ابني في الاذن المدفونة لغاية لما عمره يكبر؟ يبقى اذا ده يفرق كتير عن الاذن الخفاشية. الاذن الخفاشية انا بعمل عملية في سن 6 سنين، لكن الاذن المدفونة لابد ان اتدخل بدون عمليات عند سن مجرد ولادة الطفل. طبعا من التشوهات الخلقية الاخرى هو ما يعرف بالنسور. يعني يا دكتور النسور، ويعني ايه انه بيكون في فتحة بجانب الاذن ممكن تؤثر على الشخص تماما في صحته؟ هو كلمة نسور معناه ان في انبوبة بتتصل بالخارج وتنزل افرازات وتتدخل بالداخل في اي مكان. فالنسور امام الاذن عبارة عن انبوبة تبدأ في الخارج في الجلد وتبدأ في الداخل في البلعوم. شوف الانبوبه دي ماشيه مسافه كبيره قد ايه، بتبدا من امام الاذن من امام الصوان وتدخل في داخل الى ان تبتدي تبقى نهايتها موجوده في الحلق. هذه العمليه هذا الناسور بالرغم من انه وراثي لكن ممكن يظهر عند سن كبير، الاقيه عند 18 سنه 20 سنه واقول عليه ده ناسور وراثي ناتج موجود الاذن. هذا الناسور في حاجتين مهمين قوي. الحاجه الاولانيه لازم يميزه من الانواع الاخرى من الناسور، واشهرها الدرن السم. سولو ممكن يعمل لي نفس الفتحة بنفس الطريقة، فلازم يبقى تشخيص سليم الأول. الحاجة الثانية في العلاج، العلاج فيه نقطتين مهمين جدا أنا وبعالج. هو ما فيش علاج غير جراحي ولازم أشيل هذه الأنبوبة، لكن الجراحة في منتهى الصعوبة. أولا لأن هذا الناسور بيدخل في الغدة المكافية بتاعة اللعاب اللي موجودة، واللي أخطر من كده نمرة 2 إن هو ماشي في طريقه بيبقى فيه علاقة بينه وبين العصب السابع. ولو الدكتور هو بيشتغل لعب في العصب السابع ممكن تبص تلاقي العين ما قفلتش او البق ابتدى يحذف الكلام ده كله. من هنا محتاجه لدكتور متخصص متمكن يقدر يشيل هذا الماسور. فزي ما انت شفت دلوقتي احنا اتكلمنا على 3 تشوهات خلقيه موجوده في الاذن. تشوه اسم الاذن المدفونه بقدر اعالجه مجرد ولاده الطفل. تشوه ثاني اسم الاذن الخفاشيه بقدر اعالجه عند سن من 6 سنين ل10 سنين. تشوه ثالث اللي هو الناسور امام الاذن وده اقدر اعالجه في السن 18-20-22 سنه مجرد ما يظهر هذا الناسور. فيبقى هي المساله كلمه تشوه خلقي مش معناه ان مجرد ولاده طفل اسم في وقت معين. والحاجه الثانيه ان جراحه التجميل هي اللي بتلعب دور اساسي في علاج هذه التشوهات. بنتابع مشاهدينا الكرام وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي الى روسيا الان لحضور احتفالات روسيا بالعيد 70 للنصر. طيب نواصل لمشاهدينا الكرام فقرتنا الخاصه. طيب يا دكتور حضرتك ذكرت في بدايه الفقره انه ممكن اساسا تكون الاذن مش متواجده، يعني احدى الاذنين مش موجوده نتيجه تشوه خلقي، في هذه الحاله بيتم التعامل ازاي في جراحه التجميل؟ في طريقه من طريقتين، طريقه جراحيه على عده خطوات، ببتدي اخد الجلد حوالين الاذن واكون منه اذن جديده على خطوتين بفصل معين وبزرع بظروف معين، ودي بتكون من خطوتين لثلاث خطوات واقدر اعمل اذن تشبه تماما الاذن الاخرى، وبيكون ده عن طريق برضه زرع بعض الاشياء السيلاستيك في داخل الاذن. في طريقة تانية ان انا بركب اذن صناعية بالكامل، ودي في كلتا الحالتين ممكن المريض يوصل لدرجة نجاح عالية جدا، وممكن انت ما تلاحظيش مطلقا ان كان عنده تشوه خلقي او فقدان كامل لهذه الاذن بالنسبة لهذا العمل. يعني ايه يا دكتور اذن صناعي؟
اذن كامله تشبه الاذن الطبيعيه، بتتركب بكليبسات وتثبت وتفضل مع المريض طول العمر، شكلها شكل طبيعي وليها طريقه معينه من التركيب وبتبقى ثابته بطريقه معينه. طيب معنا تليفون من الاستاذ احمد من الغربيه. صباح الخير يا استاذ احمد، اتفضل. صباح الخير يا فندم. صباح النور. لا يا فندم، اتواصل مع الدكتور سموكس. هو معاك بالفعل، اتفضل. طيب ازيك يا دكتور؟ اتفضل. والله حضرتك ليه عيني كان محروق وكان اتحرق كتير في جسمه، في رجله وفي ايده، واثرت على ودنه، فشال الغضروف اللي في الودن من فوق. من طيب ممكن يا استاذ احمد بس تعلي صوتك بعد اذنك؟ بقول لحضرتك ابني طفل صغير عنده 4 سنين، كان محروق في رجله وفي ايده وفي من فوق. ايوه. ودنه من فوق شال الغضروف. يعني كان بيقول لي حصل تلامس جوه فشالوا الغضروف، فعلا الودن من فوق منكمشه. تمام. بستشير الدكتور بقول له عايز عمليه او حاجه، قال لي بعد 7 سنين. انا بستشير الدكتور يعني اشوف رايه ايه؟ لا هي دي حاله. هو الحرق من امتى؟ لا يا استاذ احمد الصوت مش واضح، فارجو حضرتك تعلي صوتك تاني بعد اذنك. الحرق من امتى بنسالك؟ بقاله سنتين يا فندم. سنتين. طيب حاضر، هنرد عليك يا استاذ احمد. طيب احنا معانا بس استاذ عبد الواحد من الشرقيه، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل. ممكن اكلم الدكتور ان شاء الله؟ معاك الدكتور، اتفضل. والله يا دكتور انا عندي بنتي كانت محروقه بالكهرباء. الشركه بتاعي شركه براءه اللي هي التحتانيه اتنقطعت، وركبنا لها واحده واشتغلنا معاها بالسيليكون، ولسه في اثر لعندي بقى في بقرها. ماشي اوكي. طيب حاضر، هنرد عليك يا استاذ عبد الواحد. نرد الاول يا دكتور على استاذ احمد، بنته تعرضت لحرق في ايديها ورجليها، عندها 4 سنين والحرق ده كان من سنتين. هو ده هنا الحقيقه، احنا اساسا اذا كانت جميع علامات الحرق قد انتهت وان الجرح بقى ثابت، من السهل اجراء العمليه في اي وقت. وطبعا زي ما انا قلت لسه دلوقتي ان دي ممكن تتم على خطوه او خطوتين على حسب التشوه اللي موجود نتيجه للحرق بالنسبه للاذن. لكن هو بيأجل 2 أو 3 سنين، ده مش مقبول لو ان الجرح مستقر. لكن لو الحرق مش مستقر او في كيلويد او في احمرار او لا زال في حاله نشاط، لازم اعالج هذا الحرق الى ان يستقر ويبقى ستيبل، وبعدين اقدر اعمل عمليه جراحه تجميل. طيب بالنسبه للاستاذ عبد الواحد، هي دي يمكن اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت او الحلقه اللي قبلها عن الحروق اللي موجوده في الكهربائيه، وده عيب الحرق الكهربائي. احنا قلنا اللي بيدخل من نقطه وبيطلع من نقطه، فهنا هذه البنت التشوه اللي حصل كان الكهرباء داخله في مكان معين سواء الايد او الرجل، وهي طلعت من الشفه فابتدت تكسر كل هذه المنطقه، تقطع الشفه زي ما هو قال او الفك وحاجات زي كده اهو. دي محتاجه الحاله دي لمناظره معينه، بحيث ان هي هنا لابد من دور جراحات التجميل. هو بيتم العلاج بالسيليكون؟ هو قال ان هو بيحط سيليكون علشان الحمار والهيجان اللي موجود من الحرق يوقف لغايه لما يستقر. هذا الكلام كلام مظبوط، سيليكون وكلمات موضوعيه بطريقه معينه الى ان تستقر الحاله، لكن بعد كده قد يحتاج لدور لجراحه التجميل لاصلاح هذه الشفه. طيب احنا معانا الاستاذه صابرين من القاهره. صباح الخير. صباح النور، ازيك يا مدام؟ اهلا وسهلا، اتفضلي. ممكن اكلم دكتور منير؟ دكتور منير معاك، اتفضلي. طيب انا عندي طفله عندها 11 سنه وعندها نافور في الاذن ظهر بعد سنه من الولاده. يعني طلعت لها زي حبايه، طلعت اول حاجه حاجه صغننه كده زي حبايه العدس في الودن نفسها من جوه. في الحته اللي هي الدوره بتاع الاذن دي. ماشي؟ فبعد كده ابتدت تكبر واثرت على الرضاعه، فرحنا لدكتور انف واذن هو اللي فتحها في الفور عشان تفك وتقدر ترضع. وبعد كده فوجئت ان في الخد طلع خرم في الخد كده في حته وبتنز بتطلع ماده صديق كده في الخد. فاديناها دواء مضاد حيوي ودواء حساسيه نوعين، وبعدين قال لي بقى ديت لما يتم 10 سنين نبقى نيجي نشوفها مره ثانيه، كل ما تيجي تتعب تاخد دواء بتاع الانف والاذن والحنجره ده. هو كان في الاذن في الاول؟ كان في نصور في الاذن. الاذن وهي عندها سنه. من عندها سنه. وهي عندها سنه ظهرها حبايه صغيره في ودنها. طب استاذه صابرين، لغايه دلوقتي بيطلع في صديد من فتره لاخرى في خدها؟ الفتحه اللي الدكتور فتحها في قلب الاذن من جوه دي موجوده مفتوحه زي كانك خرم حلق، خرم حلق كده. ماشي؟ وفي خرم ثاني ظهر في الخد من تحت بعد 5 سم او 3 سم كده.
طيب هنرد عليكي. حاضر معانا ام علاء من القاهره. صباح الخير يا ام علاء. صباح النور. اتفضلي يا دكتور. اهلا وسهلا حضرتك. اهلا وسهلا. اتفضلي. ربنا يخليك يا دكتور. معلش انا بنتي عندها 12 سنه وهي صغيره عندها 6 شهور طلع لها وحمه بيضه وتعرضت للي هو الاشعه الفوق بنفسجيه فغمقت جسمها والوحمه مازال موجوده. فانا بسال حضرتك هل ليها علاج وهل الليزر الاشعه الفوق بنفسجيه هي السبب ان بشرتها مش راضيه ترجع للطبيعي ويطلع لها برضو بقع بيضه لسه قريب من سنه. فبعد اذنك هل ليها علاج؟ حاضر هنرد عليك. نجاوب الاول على استاذة صابرين بنتها موضوع النسور وايه الخرم وبيطلع منه صديد. لا هو هنا الحالة دي في فعلا نسور اتكون بس ده مش نسور وراثي، ده نسور ناتج عن التهابات معينة حصلت بالنسبة لهذا النسور. الحالة دي محتاجة لمناظرة حتى يتم علاجها. فدي حالة متعتبرش ده يعتبر نسور وراثي ولكن هنا التدخل الجراحي كان غير مظبوط بالنسبة لهذه الحالة. الحاجة الثانية اللي هي للست اللي حصل عندها تعرض لأشعة بنفسجية، مش معقول طفل عنده 6 شهور أعراض الأشعة فوق بنفسجية، وبعدين معروف إن الوحمة الفاتحة اللون ويمكن إحنا اتكلمنا في حلقة قبل كده عن الوحمات اللي لونها أفتح من لون الجلد، لا يمكن إن الأشعة البنفسجية تعمل أي دور بالنسبة لها، الأشعة البنفسجية بتدخل على الجلد الطبيعي وتبتدي تغمق فيه، فطبعا اللي حصل غمقان من الجلد ده لسوء المعاملة بالأشعة الفوق بنفسجية. طبعا محتاجه لبعض العلاجات المعينه علشان الجلد يطلع طبيعي. بالنسبه للوحمات اللي واحده ظهرت لسه جديده وواحده كانت موجوده قبل كده بنستنى لغايه لما البنت توصل لغايه مرحله معينه اللي هي عند سن البلوغ او حاجه زي كده، وبعد كده في بنعمل عمليه ما يسمى بالمايكروبيجمنتيشن، ان احنا بناخد صبغات نباتيه خامله معقمه نبتدي نحقنها في الجلد بطريقه تشبه الوشم لونها لون الجلد، فبنعملها في المناطق البيضاء تبتدي تاخد هذا اللون ويبتدي اللون يتغير ويبتدي ياخد اللون الطبيعي. انما ممنوع مطلقا ان انا اتعامل مع وحمه فاتحه على انها بهاء وابتدي اعالجها باشعه فوق بنفسجيه، وبالذات في طفله عندها حوالي 6 شهور. هذا كلام غير علمي. بقع بيضاء طلعت فين؟ وحمه ثانيه ومفيش مانع، وبعد 10 سنين تظهر وحمه ثالثه فاتحه. بس نبعد عن مرض الوهاء لان ممكن غلط. لكن هنا ممكن لازم نقارن بينها وبين مرض الوهاء، مش يعني مرض الوهاء ما بيظهرش في طفله عندها 6 شهور، والانتشار اللي موجود ده ما يدلش على انه مرض الوهاء، ويمكن في بعض الحالات بيبقى صعب جدا نشخص نفرق بين الوحمه الفاتحه اللون وبين مرض الوهاء اللي هو فيه فقدان لصبغات الجلد، وقد نحتاج الى التحليل الباثولوجي عشان نفرق بين الاثنين. لكن هذه الحاله محتاجه نصبر عليها نصلح الحاجات اللي حصلت من غمقان الجلد، وبعد كده لما تكبر شويه ممكن نعمل ما يسمى بالمايكروبيجمنتيشن ونحقن اللون يشبه لون الجلد وتعيش بيه وتبقى الامور سهله. طيب يا دكتور لو كلمنا عن موضوع النسور يعني ام صابرين بس عشان اتاكد، موضوع سهل علاجه؟ لا مش سهل. مش سهل علاجه. لازم نعرف النسور ده ممتد من فين ووصل من فين، لازم تعمل اشاعات وتحاليل وصبغات ونعرف درجه الالتهاب ماشيه بالظبط. بالظبط. لا طيب. لازم نتابعها والنظر. طبعا يعني يا ريت يكون في متابعه فعلا ليكي يا صابرين للحاله. انا بشكرك شكرا جزيلا، بشكرك ايضا يا دكتور منير. وصلنا لختام فقره دنيا الجمال وفاصل وهنكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر.